النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير، نبدأها مع العناوين. بهدف التواصل اليومي بين وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات، وزير التربية يفتتح مركز متابعة الإشراف التربوي في مبنى وزارة التربية بدمشق. دوائر الامتحانات في المحافظات مستمرة في تحضير الامتحانات الشهادة العامة لدورة 2022. منظمة اليونيسيف تزود مديرية تربية الرقة ب14 غرفة صفية مسبقة الصنع. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وزير التربية الدكتور دارم طباع يفتتح مركز متابعة الإشراف التربوي بهدف التواصل اليومي بين وزارة التربية ومديرياتها المركزية في المحافظات. بتول بركات وهذه التغطية. افتتح وزير التربية الدكتور دارم طباع مركز متابعة الإشراف التربوي بهدف التواصل اليومي بين الوزارة ومديرياتها المركزية والمحافظات والميدان لضمان حسن سير العملية الامتحانية ورفع تقارير أسبوعية تصل لأصحاب القرار بحضور معاونه الدكتور عبد الحكيم الحماد وعددا من مديري الإدارة المركزية. بالتأكيد إعداد غرفة عمليات وغرفة متابعة إلكترونية للإشراف التربوي اللي كان يسمى سابقا توجيه، خطوة جديدة جدا ومتطورة لكي يكون العمل يومي ويكون تواصل يومي ما بين الوزارة ومديرياتها وما بين المديريات والمعلمين. اليوم نحن من خلال هذه القاعة أو هذا المركز نستطيع أن نضمن أن العملية التعليمية في كل أنحاء سوريا تسير بالشكل الأمثل، وفي حال وجود أي خلل مباشرة سيتم ضبطه من خلال هذه قاعة المتابعة ومعالجته، وبالتالي سيكون هناك تقارير أسبوعية تصل إلى أصحاب القرار حول سير العملية التربوية، وهذا الشيء لم يحدث في معظم الدول العربية، هي تحدث لأول مرة في سوريا أننا دخلنا في مجال التحول الرقمي في الإشراف التربوي. وأنا أشكر القائمين على مديرية الإشراف التربوي والقائمين على مديرية المعلوماتية وجميع زملائي في التوجيه الأول على تأسيس لهذا المركز الذي سيكون له أثر كبير على تطوير العملية التعليمية. مركز متابعة الإشراف التربوي سيؤمن التواصل الفعال مع مديريات التربية جميعها والمشرفين التربويين والاختصاصيين والعمل على التعاون معهم لحل المشكلات التي تعترضهم أثناء سير العملية التربوية. تستكمل دوائر الامتحانات في مديريات التربية في المحافظات استعداداتها لتنفيذ الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2022. مراسلون في المحافظات عدوا لنا التقارير الآتية. أنهت مديرية التربية بحلب تحضيراتها للعملية الامتحانية التي ستنطلق الأسبوع القادم بعد أن تم توزيع البطاقات للطلاب وتجهيز المراكز الامتحانية. ضمن التحضيرات للعملية الامتحانية لدورة عام 22 تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز وأمناء السر في كافة المراكز الامتحانية. تم تعميم التعليمات الامتحانية على جميع الزملاء المشاركين. تم توضيح كل مهمة كل شخص مكلف بالعملية الامتحانية سواء رئيس المركز أو أمين السر أو الموجه المشرف على المنطقة أو مندوب التربية. ضمن التحضيرات أيضا تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز وأمناء السر بعد تكليفهم وتكليف المراقبين لشرح التعليمات الامتحانية. تم فرز المراقبين رؤساء المراكز وأمناء السر على المراكز الامتحانية عن طريق الحاسب الآلي ومع مراعاة أقرب ما يمكن لسكنهم ومناطق إقامتهم. ومن خلال الاجتماع استمعنا إلى بعض الأمور العالقة وتم معالجتها على أكمل وجه. بعد الانتهاء من عملية التسجيل وترتيب القضايا الامتحانية لدورة 2022 فقد بلغ عدد الطلبة المرشحين 79,314 طالب وطالبة موزعون على 550 مركز في الريف والمدينة، منها 72 مركز في الريف. مواضيع منوعة تم طرحها خلال الاجتماع لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب للتقدم لامتحاناتهم النهائية.
ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. استكملت دائرة الامتحانات في مديرية التربية في حماة استعداداتها لتنفيذ الامتحانات لدورة عام 2022. تم الانتهاء من كافة الأعمال بتخص دائرة الامتحانات في مديرية تربية حماة. مركز الطباعة جاهز لطباعة أسئلة الشهادات العامة كافة، وتم توزيع أوراق الإجابة للمجمعات الإدارية والمراكز الامتحانية، ونحن جاهزين بإذن الله لبداية العمل الامتحاني. تم التوجيه من قبل السيد مدير التربية بتجهيز كافة الآليات للقيام بالأعمال الامتحانية، وتم تجهيزهم على أكمل وجه، وتم استعانة من بعض الدوائر الحكومية. مشكور السيد محافظ على تأمينه من بعض الدوائر الحكومية والمدارس الخاصة، ونحن بإذن الله جاهزين هلأ للقيام بالأعمال الامتحانية على أكمل وجه. هذا وتم تحضير كافة مستلزمات المراكز الامتحانية من قرطاسية وأدوات تنظيف وإدبارة الامتحان لكل مركز. تم إنهاء جميع أعمال تختيم أوراق الامتحانية وغمزة وتجهيزها ضمن أكياس وتوزيعها على المراكز الامتحانية في مدينة حماة كافة. باقي طبعا عندنا كم مركز، اليوم إن شاء الله يتم إنهاءها وكل الأمور تكون بإذن الله جاهزة. وكانت دائرة الامتحانات خلال العام الدراسي أجرت دراسة لتوزع المراكز على المساحة الجغرافية لمحافظة حماة لتحقيق الاستقرار والاطمئنان للطلاب. تم تحضير حقيبة المركز ووضعنا فيها تعليمات لرئيس المركز الواردة من وزارة التربية عشان يتقيد فيها، ونحن جاهزين إن شاء الله على أكمل وجه للامتحانات العامة. والامتحانات هي حصيلة عام كامل من جهد وتعب للعاملين في وزارة التربية، وهي المرآة الحقيقية التي تسعى وزارة التربية للحصول على مخرجات علمية جيدة. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. في دائرة الامتحانات بمديرية التربية بالسويداء يواصل هؤلاء العاملون العمل صباحا ومساء. بمجرد وصولك إلى هنا ستجد استنفارا كاملا تحضيرا لامتحانات الشهادات العامة بهدف توفير سير أمثل للعملية الامتحانية. طبعا مدير التربية اتخذ كافة الإجراءات لجاهزية المراكز الامتحانية من حيث مقاعد دراسية تم توزيعها بشكل كامل على المراكز الامتحانية، من حيث أيضا الكهرباء، المياه، تم مخاطبة الدوائر الحكومية من قبل السيد المحافظ، الدوائر الحكومية هناك تواصل دائم لتأمين المياه ولتأمين أيضا الكهرباء، من حيث المراقبين ورؤساء المراكز أيضا تم توزيع التكاليف على المعلمين والمعلمات، تم تجهيز وسائل النقل بشكل كامل وتحديد الخطوط النقل لكافة المراقبين، لحملات الأسئلة، لمندوبين التربية، لمندوبين الوزارة أيضا. هناك جاهزية بالنسبة للإجراءات الوقائية الصحية داخل المراكز الامتحانية. بلغ عدد تلاميذ وطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها ما يقارب 13,750 تلميذا وطالبا موزعين على 126 مركزا على امتداد المحافظة. كل ما يلزم المراكز الامتحانية من تجهيزات تم تجهيزه، مراكز الامتحانية جاهزة من حيث القاعات، من حيث الكادر من المراقبين، مراكز التصحيح جاهزة، تم تكليف كافة رؤساء المراكز ورؤساء السر والمندوبين. كل ما يلزم العملية الامتحانية تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الحراسة الأمنية للمراكز الامتحانية. تنطلق امتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2022 لشهادة التعليم الأساسي في 29 من شهر أيار الجاري، وللشهادة الثانوية العامة بفروعها في 30 من الشهر ذاته. للتربوية السورية، سماهر دانونا، السويداء. منظمة اليونيسيف تزود مديرية تربية الرقة ب14 غرفة صفية مسبقة الصنع. كاميرا التربوية زارت المدرسة ووفتنا بالتقرير الآتي. بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من طلاب وتلاميذ ريف الرقة المحرر، تم إحداث 14 غرفة صفية مسبقة الصنع وتوزيعها على المجمعات التربوية في ريف الرقة المحرر. بالتشاركية ما بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف، تم تزويد مديرية التربية بالرقة بعدد من غرف مسبقة الصنع، وذلك بسبب تزايد عدد الطلاب في هذه المدارس ونتيجة ما خلفه الإرهاب. طبعا هذه الغرف هي مناسبة للمستوى التعليمي والتربوي للتلاميذ. هي غرف ملائمة للعملية التعليمية وهي مجهزة
صحيا تدخل حيث تدخل عليها أشعة الشمس وتخفف من ضغط أعداد التلاميذ. أنا مبسوط بالغرفة الجديدة وجعلتني قرابية. مبسوط بالغرفة. يأتي إحداث هذه الغرف في إطار التعاون ما بين مديرية تربية الرقة ومنظمة اليونسيف. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا ميداليتان ذهبيتان وفضية وبرونزية لسوريا في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022. أهلا بكم من جديد. أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية في أولمبياد الفيزياء التطبيقية العالمي 2022 الذي نظمته إندونيسيا عن بعد في نهاية نيسان الماضي بمشاركة 20 دولة. والميداليتان الذهبيتان أحرزهما كل من الطالبة جنى نائل نعمان من الصف الثاني الثانوي وطالب ليس هيثم الشيخ من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين، فيما حصل على الميدالية الفضية الطالب رصين صادق شبيب من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين. والميدالية البرونزية أحرزها عمار راقد بسعود من الصف الثاني الثانوي من ثانوية شطحة من ريف حماة. وبالعودة لمحافظة السويداء، أعاد المهندس محمود أبو عاصي صيانة 5 ماكينات التريكو في مدرسة الشهيدة زهر أبو عساف بالسويداء بالتعاون مع شعبة الدراسات وبتوجيه من معاون مدير التربية للتعليم المهني المهندس بسام عواد. التفاصيل في تقريرنا الآتي. وجدت آلة خياطة التريكو هذه فرصة للعمل مجددا مع 4 آلات إضافية بعد أن أعاد صيانتها مهندس الميكانيك محمود أبو عاصي في مدرسة الشهيدة زهر أبو عساف المهنية بالسويداء بالتعاون مع شعبة الدراسات انطلاقا من تنفيذ القانون 38 الإنتاجي في المدارس المهنية وبتوجيه وتكليف من معاون مدير التربية للتعليم المهني المهندس بسام عواد. انطلاقا من تنفيذ القانون 38 الخاص بمراكز الانتاج احدثنا ورشه مستقله، ورشه التريكو تابعه لثانويه الشهيد زهر ابو عساف المهنيه النسويه. هذه الورشه مؤلفه من هلا مبدئيا 5 ماكينات وقابله للتوسع. الماكينات طبعا كانت بوضع كثير سيء كون كانت ماده خارجه من النجم من اكثر من 15 سنه، فتم ترميم الماكينات شوي شوي وهلا بلشنا بالشغل عليها. عندي انا خبره بهالموضوع، كانت بسيطه وتطورت الحمد لله كونه اختصاصي بهالمجال هذا، واشتغلنا عليها وجهزنا 5 ماكينات مثل ما انتم شايفين. في شيء بده صيانه، في شيء بده ترميم قطعه جديده اشتريناها، وفي شيء بعد بده، بس الحمد لله معيه الاداره والتوجيهات التربويه والصبايا هلا عم يشتغلوا معنا الامور الحمد لله بخير. انا على مستوى المحافظه في عندنا 16 ثانويه مهنيه لمهنه خياطه الملابس. بهذا الزمن خرجت ثانويات هذه المهنه يعني اختصاص التريكو خرج عن الخدمه، فمشان هيك عم نسعى انه نستثمر هذه ماكينات التريكو بشيء يخدم التعليم المهني ويخدم الطالب والمعلم. 5 خطوط إنتاج لملابس التريكو ستبصر النور قريبا في هذه المدرسة بعد الانتهاء من ورشة تدريب فريق متخصص. اختصاصنا تجهيز الماكينات والأجهزة اللي بتجي من الوزارة، ونحن بلشنا بمشروع جديد هو عمل إنتاجي للطلاب وللمعلمين، وإن شاء الله بلاقي النجاح. يساهم هذا المشروع في تأهيل الطلاب للانخراط بسوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمديرية التربية وتوفير المردود المادي للطالب والمعلم. للتربوية السورية سماه ردنون، السويداء. فريق مدارس جمعية المرأة العربية لتحدي القراءة الاستعدادات للمشاركة في التصفيات على مستوى المحافظة. تفاصيل أكثر في تقريرنا الآتي. تحدي القراءة العربي إحدى مبادرات دولة الإمارات، ويهدف لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلاب.
جاءت مشاركتنا في تحدي القراءة هذا العام متأخرة قليلا، بدأنا في نهاية الشهر الأول، تم عقد أكثر من جلسة وأكثر من اجتماع مع الفريق الذي تم اختياره من قبل إدارة المدرسة ليكون مرافقا للطالبات في هذا التحدي. بدأنا مع 160 طالب وطالبة من مختلف المراحل العمرية من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي العلمي. فريق مدارس جمعية المرأة العربية أنهى الاستعدادات للمشاركة على مستوى المحافظة بعد أن تم التدريب وأنهوا الجوازات المؤهلة. شاركت بتحدي القراءة العربي لكي أرفع علم بلادي خفاقا بين الأمم، ولكي أوصل رسالة أننا بالقراءة نحقق آمالنا ونصل للقمة. شاركت في تحدي القراءة لهذا العام لأعزز هوايتي للقراءة ولأهمية القراءة في حياتنا. واجهنا الكثير من الصعوبات للوصول إلى هذه المرحلة، فكانت المنافسة محتدمة بين المتشاركين. أنا مستعدة وجوازاتي جاهزة للمرحلة القادمة، دبي انتظريني. وسبق أن تم التدريب بشكل أسبوعي بعد إنهاء كل مرحلة من مراحل القراءة. شاركت في تحدي القراءة العربي أولا لأثبت جدارتي وقدرتي على فهم أنواع الكتب المختلفة والمتنوعة، ومن ثم لأرفع اسم مدرستي ووطني عاليا. قرأت العديد من الكتب لكتاب مختلفين في مجالات متنوعة، استنتجت من خلالها أن الكتاب يكون بغاية الأهمية عندما يسلط الضوء على قضية أو مشكلة ما، ولكن أهميته تزداد عندما يسلط الضوء عليه يعرض حلولا لها وأفكارا وآراء المجتمع وآرائه الخاصة. ولعل الإقبال الكثيف على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي دليل واضح على أن هذا الجيل شغوف بالقراءة التي ستقوده إلى المستقبل الأفضل. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. بهدف التواصل اليومي بين وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات، وزير التربية يفتتح مركز متابعة الإشراف التربوي في مبنى وزارة التربية بدمشق. دوائر الامتحانات في المحافظات مستمرة في التحضير لامتحانات الشهادة العامة لدورة 2022. منظمة اليونيسيف تزود مديرية تربية الرقة ب14 غرفة صفية مسبقة الصنع. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.